الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الكريم التواب الحمد لله الهادي إلى الصواب مزيل الشدائد وكاشف المصاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا ووفق جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك اللهم اكتب أجره كاملا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.